انا عملت ستوب ريكورد ولا ستارت ريكورد؟ انا نسيت. بعد هيك حكينا انه السيركت الموجوده عندنا هي كبراكتيكالي او كعمليا ما بنقدر احنا نفصل بين الار اس والار بي، بين الاكس اس والاكس بي، فحصلناهم بار ايكوفالنت واكس ايكوفالنت. وحكينا الار ايكوفالنت والاكس ايكوفالنت هي او السيركت كان جنرال كايكوفالنت سيركت للترانسفورمر، هي ممكن تكون ريفيرد للبرايمري سايد، ممكن تكون ريفيرد للسكندري سايد. هلا اللي حنتعلمه بمحاضره اليوم احنا كيف نطلع هذول البارامترز، سواء كانت ريفيرد للبرايمري سايد او ريفيرد للسكندري سايد. حنتعلم نوعين من التست، ناخذهم. اللي مشغل المايك يعمل له ميوت. نحن ناخذ نوعين من التست. اول تست اوبن سيركت تست. يعني يوم نحكي اوبن سيركت تست حنخلي السكندري اوبن سيركت، مش مشبوك عليه شيء. طبعا شو المجرمنت اللي احنا بحاجه نقيسها؟ بحاجه نقيس الفولتج الموجود عندنا على البرايمري سايد. طبعا هون احنا بنقيسه كار ام اس فاليو، يعني ديجيتال مالتي ميتر، مش بحاجه كوب. حنقيس الكرنت كمان كارامس، نفس الشيء ديجيتال مالتي ميتر. بحاجه ديفايس جديد حتعرفوا عليه خلال المخت او بالمختبر هو الوات ميتر. هذا الوات ميتر بيقيس لنا الباور، سوري الوات، بيقيس لنا الباور الوات. هلا نرجع للايكوفالنت سيركت الموجود عندي، ريفيرد للبرايمري سايد او ريفيرد للسكندري سايد. هي ريفيرد للبرايمري سايد. لو تركنا هون اوبن، كم الكرنت حيكون مار في ار1 واكس1؟ اولموست حيكون زيرو، صح؟ فكل الاكسايتيشن كرنت حيروح عندي على الار سي والاكس ام، فانا بقدر اطلع لهم الامبيدنس او الادمتنس. طبعا كونهم برا اللي احنا بنعرف يوم يكونوا برا الادمتنس تنجمع الامبيدنس، ناخذ لهم برا ال1 اوفر ار سي بس 1 اوفر الاكس جي ام ايكوال 1 اوفر زد، صح؟ فاحنا بدل ما نعمل زي هيك حنحصل الادمتنس اللي هي واي. ليش؟ لانه واي شو بتحكينا؟ واي هي الادمتنس الار سي بلس الادمتنس لل اكس، يعني هي الواي ايكوال 1 اوفر ار سي بلس 1 اوفر اكس ام طبعا في الجي. فاحنا بنقدر نحصلهم من القياسات هي الفولتج الموجود عندنا والكرنت. فهون النوتيشن الاوبن سيركت يوم احكي لك الواي، طبعا ليش هذا البرايمري سايد؟ لانه احنا عندنا السبلاي على البرايمري سايد، المجرمنت على البرايمري سايد، والاوبر سيركت على السكندري سايد. فانا من وين عم باخذ قراءاتي؟ من البرايمري سايد، فحتكون السيركت هي ريفيرد للبرايمري سايد. الداتا اللي انا بحصلها حتكون ريفيرد للبرايمري سايد. طيب الواي هي عكس الامبيدنس، صح؟ يعني هي الكوندكتنس. اوكي الامبيدنس في اوفر اي، فالواي هي اي اوفر في. فالاي اوفر في حناخذ الاي اوبن سيركت اوفر الفي اوبن سيركت. هذول من وين حناخذهم؟ من الديجيتال مالتي ميترز الموجودين عندنا، القراءات. نجيب الكرنت، هذا شو حيعطينا؟ حيعطينا الامبليتيود للادمتنس. كيف الامبليتيود للادمتنس؟ يعني ال1 اوفر ار سي بلس ال1 اوفر جي اكس ام كماجنتيود. طب انا لو قدرت اطلع يعني هذا حيعطينا من نهايه المطاف امبليتيود. ايه امبليتيود كامبليتيود يعني كذا مثلا عندنا 100 اوم 200 اوم 25 كي 50 كي. أنا لو قدرت أحصل الأنجل بين الـ R و C بقدر أحصل كم أنا عندي الـ Real Part وكم عندي الـ Imaginary Part، صح؟ كيف حنحصل الـ R و C؟ الـ Power Factor الموجود عندنا. أنا عندي Watt Meter، مش هيك؟ فالـ Watt Meter هذا يعطيني الـ Active Power الـ P. طب الـ S كم هي الـ S؟ مش الـ S هي الـ VRMS في IRMS؟ فلو قسمت أنا الـ Power الموجود عندي من الـ Watt Meter على الاي اوبن سيركت والفي اوبن سيركت، حطلع عنها كوساين الانجل تعيد باور فاكتور.
اللي هي الانجل بتوين الكرنت والفولتج. هاي لما نيجي للادمتنس هي الانجل طبعا هاي الثيتا هي الانجل بتوين الاكس ال والار. بس كادمتنس احنا بناخذ 1 اوفر فحتصير ثيتا كم هي الانجل بتوين ال1 يعني حتصير 1 اوفر ار حتضلها بنفس الاتجاه وال1 اوفر اكس سي هيك حتصير. فالانجل سوري ال اكس ام هي اي ثينك اكس ام فالانجل حتصير عندنا في الماينس. ليش؟ انه احنا عم ناخذ الانفيرجن للامبيدنس في الامبيدنس الانجل ثيتا في الادمتنس حتصير الانجل ماينس ثيتا. فانا بقدر احصل الانجل اذا انا حصلت هو كوساين ثيتا البي اوفر الاس البي اوفر الاي اوبن سيركت في الفي اوبن سيركت. انا من هون بقدر احصل الانجل اني بس اخذ كوساين انفرس. هلا حصلت انا الانجل فاذا فصلت الواي الموجود عندي لامبليتيود هي حتكون اللي احنا حصلناها من الاي اوبن سيركت اوفر الفي اوبن سيركت والثيتا حصل منها ريال بارت وايماجينري بارت. هتكون ريال بارت ايماجينري بارت ارقام. هلا الريال بارت هو 1 اوفر ار. لو اخذت المقلوب له بنطيني الار سي. الايماجينري بارت طبعا الاشاره هي هنا هون في ماينس. فلو اخذت الامبليتيود لو اخذت المقلوب له حيعطيني الاكس ام. فهيك انه انا يوم اجي للترانسفورمر موجود عندي في السوق او اجي اشتري ترانسفورمر اروح مصنع عندي ترانسفورمر وبدي اعرف البارامترز تاعونه عشان انا اقدر اشتغل عليه عادي بفصل الترانسفورمر بخلي السكندري اوبن سيركت بعمل ابلاي للفولتج على البرايمري سايد بقيس الفولتج بقيس الكرنت بقيس الباور بس بعمل اوبن سيركت تيست انا بكون حصلت الاكسايتيشن بتاعي. طيب طبعا هذا الاكسايتيشن برانش وبعبرنا عن الماجنتايزيشن اندكتنس وعن الكورلوسس. طبعا هذولا يعني كان بيدنسس حيكون كبار الكورلوسس صغير اوكي حيكون كبار يعني لما تحصل اكس ام حتكون اكس ام كبيره جدا مقارنه بالاكس على البرايمري والاكس على السكندري او الاكس اكويفالنت كبيره جدا حتكون مقارنه. الار سي حتكون كبيره جدا مقارنه ب الار اكويفالنت. طب كيف حنحصل الار اكويفالنت؟ التست الثاني اللي حناخده لو انا عملت ابلاي هون لشورت سيركت هلا هذا هذا هو كبير كثير فاغلب الكرنت على البرايمر وين حيروح؟ حيروح في الار اكويفالنت والاكس اكويفالنت. الاي اللي حيكون هون صغير جدا لانه هون عندي شورت سيركت لانه عندي شورت سيركت قيمه الار اكويفالنت والاكس اكويفالنت هم حيكونوا صغار كثير مقارنه بالار سي والاكس ام. فيعني حتصير هي يعني كقيمه حقيقيه احنا بنوجدها حنوجد الار اكويفالنت والاكس اكويفالنت ان سيريز بارل مع الار سي والاكس ام. بس قيمه الار سي والاكس ام هي كبيره جدا ف حنفرض انهم هم يعني لما يكونوا برل حيضل نفس قيمه الار اكوفالنت والاكس اكوفالنت. فالنوع الثاني من التست حناخده انه حنعمل ابلاي ل شورت سيركت تيست. شورت سيركت بنجيب السكندري بنعمل ابلاي عليه على شورت سيركت حصير لنا نفس السيركت زي هيك بس انه على السكندري نفس السيركت كنا مشغلينها قبل شوي حنحط على السكندري شورت سيركت. هلا نفس القيم ميجرمنت حنقيس الفولتج الكرنت و هلا كونهم سيريز انا سيريز اليمنتس حاصل الامبيدنس لهم جمع فانا بحسب الامبيدنس اسهل لي. فالزد ان سيريز هي ايكوال للفي شورت سيركت اوفر الاي شورت سيركت. هو النوتيشن للشورت سيركت هي دلاله انه عندنا على الاوتبوت في عندنا شورت سيركت على السكندري. دلاله الاوبن سيركت هي النوتيشن الاوبن سيركت سبسكريبت هي دلاله انه احنا عندنا على السكندري اوبن سيركت. ما نقيس الفولتج على الاوبن سيركت ولا الكرنت على الشورت سيركت. نقيس الكرنت على البرايمري سايد على البرايمري سايد على السكندري سايد الفولتج عليه زيرو عند شورت سيركت. بالاوبن سيركت السكندري سايد الكرنت عليه زيرو اوكي. فاحنا النوتيشن شورت سيركت اوبن سيركت هي دلاله انه احنا عندنا على
البراي على السكندري سايد عندنا شورت سيركت او اوبن سيركت، فاحنا بنطلع الامبليتيود للزد الامبيدانس. بضل من نجيب الانجل، لو جبنا الانجل انا بقدر احسب كم قيمه الاكس ايكوفالنت كم قيمه الار ايكوفالنت. كيف بجيب الانجل؟ انا عندي الباور من الوات ميتر، لو قسمنا الباور على الاس، الاس هي ايكوال للفي ار ام اس في اي ار ام اس، فهذا بيعطينا كوساين الانجل ثيتا. اخذنا الانفرس له ويعطينا الانجل ثيتا. فالامبليتيود فالزد كامبيدنس ان كومبلكس دومين هي ايكوال الامبليتيود والانجل ثيتا. فاحنا هاي راح نحولها لريال بارت وايماجينري بارت. الريال بارت حيكون هو الاكس ايكوفالنت، والار ايكوفالنت سوري، والايماجينري بارت هو حيكون الاكس ايكوفالنت. فبهاي الحاله طبعا لما نحكي عن ار ايكوفالنت او اكس ايكوفالنت حتكون شامل للبرايمري سايد والسكندري سايد. طبعا كون احنا عم نعمل قياساتنا على البرايمري سايد حتكون السكندري سايد هي ريفيرد للبرايمري، يعني السيركت الموجود عندنا هي ريفيرد للبرايمري سايد. هلا بس في بعض ملاحظات دقيقه لما نجي نعمل ابلاي للشورت سيركت تيست، لو جينا لترانسفورمر كان الريتنج تبعه 480 فولت، فاحنا في الاوبن سيركت لو شبكنا 480 فولت اتس اوكي، الباور اللي حياخذه اي يكون صغير جدا. اوكي يعني هو على السكندري حيكون قريب من الزيرو، على البرايمري حيكون في عندنا كرنت يمكن 2 امبير 4 امبير بالكثير، اللي هو عشان الاكسايتيشن برايم، حتى ممكن يكون اقل من 1 امبير. لكن لو عملنا ابلاي للشورت سيركت تيست كان عندنا الانبوت فولتج 480 فولت، فكم حيكون اي على السكندري في الشورت سيركت؟ حيكون almost infinity، كبير جدا. الوايرز الموجودين عندنا داخل الترانسفورم ما حيتحملوا. ففي إشي اسمه fairly voltage، يعني احنا ما حندخل 480 بهاي الحالة، حندخل إشي اسمه fairly voltage. شو يعني fairly voltage؟ انا حبلش بفولتج صغير، هذا الفولتج صغير بلش مثلا في 10 فولت، بلش ازيده مثلا ساين ويف طبعا حتى ما اوصل على كرنت اي equal I rated. حكينا احنا الترانسفورمر الريتد كرنت له مثلا 50 امبير، بظن ازيد حتى اوصل على 50 امبير. هذا الفولتج ما حيكون هو نفس الفولتج على الريتد 480، ليش؟ لان عندي على سكندري شورت سيركت. هذا بخلينا احنا ما 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 ناخذ كرنت عالي من الترانسفورمر. هلا لو انا شبكنا ال 480 حصير لنا واحد من المشكلتين، يا اما انه ال 480 السورس الموجود عندك بيكون عليه سيركت بريكر قاطع، يعني زي موجودنا في البيوت حيفصل او فيوز ويفصل، او انه انا حيصير عندي دمج بالترانسفورمر، ما في ترانسفورمر بتحمل 480 وعندنا شورت سيركت، كرنت هيوج حيكون هيوج الكرنت. اوكي واضحه؟ فشيء في شيء بنسميه فيرلي فولتج. شو الفيرلي فولتج؟ انا فولتج صغير على البرايمري سايد، هذا الفولتج اللي حصل عليه الريتد كرنت لل الترانسفورمر. اذا انا حصلت الريتد كرنت بكون انا شغال على الفيرلي فولتج، اوكي، اللي منه انا هعمل شورت سيركت تيست. ما بنعمل ابلاي للريتد فولتج في الاوبن سيركت، نعمل ابلاي للريتد فولتج، نعمل ابلاي لل 480 ما عندنا مشكله. اوبن سيركت على السكندري الكرنت الموجود عندنا في الاكسايتيشن برانش كرنت صغير، بينما اللي عندنا ابلاي لشورت سيركت فصار عندنا هو الكرنت اللي راح يروح في الار ايكوفالنت، في الار ايكوفالنت والاكس الكوفيلنت هم صغار قيمتهم، فحيكون كرنت كبير جدا او عالي جدا، ممكن يؤدي لواحد من اثنين، انه انا ممكن اذا كنت محظوظ طبعا بكون في سيركت بريكر هو اللي بيصير له اوبن قبل ترانسفورمر من السورس، والاسوء انه ممكن احنا نعمل دامج ترانسفورمر. هذا الترانسفورمر ثمنه مش رخيص، غير طبعا انه ممكن يكون في اثار لا سمح الله في الإنسان، يعني مثلا كعامل أو كمهندس شغال في المصنع مثلا ينفجر الترانسفورمر ويصير في عنده يصير يعني لا سمح الله إصابات. فلازم نكون حذرين خصوصا في الشورت سيركت تيست، ما نعمل أبلاي لفولتج عالي، لأنه عندنا شورت سيركت، شورت سيركت تاخذ كرنت كثير عالي. فهذه النوت لازم تكون واضحة بالنسبة لكم. فنأخذ مثال على الاوبن تيست يعني وشورت سيركت تيست، اللي هي كيف احنا نحصل الايكوفالنت سيركت للترانسفورمر.
طبعا بحكي لك، هو عندنا الترانسفورمر ريتد فولت جيلو سوري 220 كيلو فولت امبير هاي الاس 8000 فولت هذا البرايمري سايد و 240 فولت هذا السكندري سايد. طبعا هذول بيكونوا ار ام اس صح. فلو جينا مثلا نعمل اناليسز بالبير يونت مثلا في مساله زي هيك، ناخذ هاي الاس بير يونت، ناخذ الفولتج بير يونت اوكي ات 60 هرتز. اي عندنا يعني تو باراميترز، السؤال نفسه بير يونت نقدر نعمل اناليسز بالبير يونت. بس هون السؤال هي المساله مش ما له علاقه بالاناليسز بالبير يونت. يقول لك الترانسفورمر are to be determined the open circuit test and short circuit test will perform on the primary side of the transformer and the following data we are taken. هلا هو عمل open circuit شبك open circuit test شبك على secondary open circuit تركه floating، عمل apply the voltage شاف الcurrent والvoltage والpower. طلع عنده الvoltage 480 هو rated voltage. الI open circuit شايفين كم الcurrent كم هو صغير 0.214 مع الاوبن سيركت باور هو 400 واط. بعدين حط شورت سيركت على السكندري وعمل ابلاي لسمول فولتج 489 فولت، اي شورت سيركت 2.5 امبير والباور طلع معنا 240 واط. يقول لك بدنا نوجد الايكوفالنت سيركت ريفير تو ذا برايمري سايد. التست هو معمول على برايمري سايد، يعني احنا اوريدي الداتا الموجوده معانا هتعطينا سيركت ريفيرد للبرايمري سايد. اوكي كون التست اون ذا برايمري سايد اوف ذا ترانسفورمر، يعني هاي الداتا الموجوده الاوبن سيركت الاي شورت سيركت والارقام اللي موجوده عندنا المجر هي معموله على برايمري سايد، فكونهم على البرايمري سايد معناته راح تكون السيركت عندنا ريفيرد للبرايمري سايد. نجي للاوبن سيركت تيست، حكينا من الاوبن سيركت تيست احنا نقدر نجيب البرانش الاكسايتيشن برانش والار سي والاكس ام، نحسب الادمتنس لانهم برل اسهل لنا، نحسب الادمتنس نحسب الانجل بعد هيك نطلع الرير بارت والايماجينري بارت. فنيجي للاوبن سيركت تيست، الاوبن سيركت تيست بحكي لنا الادمتنس كواي يا ايكوال الاي اوبن سيركت اور في اوبن سيركت هي 0.214 اوفر 8000، رقم كثير صغير. ليش؟ انه كادمتنس كادمتنس رقم كثير صغير. فلما نطلع الانجل ثيتا هي كوساين انفرس الباور على الاس الباور فاكتور، كوساين انفرس الباور فاكتور كوساين انفرس الباور اوفر اس الباور قياس الاس هي الاي في الفي، بتطلع لنا كوساين انفرس 400 اوفر 8000 متبايد باي 0.214. هذا راح يعطينا كانجل 76.5 ديجري. طبعا هاي كانجل بالامبيدنس، كانجل في الادمتنس حناخذ الماينس، ناخذ الامبليتيود في كادمتنس ان كومبلكس دومين او كفيكتور حتكون هي الامبليتيود بلس الانجل، طبعا الانجل في الماينس. هاي حنحولها لريال بارت وماجينري بارت، تعرف تحول للريال بارت وماجينري بارت، تاخذوها مره في كوساين ومره تاخذوها في ساين. اوكي فالار سي حتكون 1 اوفر ريال بارت، طلعت عندنا تقريبا 160 كي 159 كي. الاكس ام هي اللي تعبر لنا على الكورنسز، الكورنسز ما حتكون عالي كثير اذا كان عندنا الترانسفورمر نوعيته كويس الكور تبعه. الاكس ام 1 اوفر الإيماجينري بارت هتكون عندنا 38.4 كيلو أوم، 30.84 كيلو أوم. طبعا ضروري لما نعمل أبلاي للتست هذا، طبعا هو يعني ليش هم ما بنبهوا لهذه الأشياء، لأنهم بيجي يحكوا كترانسفورمر تعمل التست أنت أوريدي حتعمل له إكسايتيشن من اللاين من الفريكونسي اللي أنت شغال عليه هو 60 هرتز، ما بصير نعمل له إكسايتيشن ب 50 هرتز ولا كذا، يعطينا إكس مختلفة. أوكي بس هم بيعتبروا انه انت شغال على ترانسفورمر، عارف انه هذا مش بك على لاين فولتج، مش داخل مختبر فانكشن جنريتر ولا شيء زي هيك. فانكشن جنريتر معطونا لو باور ما معطونا هاي باور، طبعا الا بعض انواع يعني غالي جدا هي. نيجي نعمل ابلاي للشورت سيركت تيست.
شورت سيركت تيست بنقدر نطلع منه الاكس اكوفلنت والار اكوفلنت طبعا ريفيرد للبرايمري سايد لانه ليش التست معمول على البرايمري سايد داتا مقيوسه من البرايمري سايد المجر ديفايس كانوا على البرايمري سايد فبنعمل الشورت سيركت تيست شورت سيركت تيست بحكي انه احنا دخلنا نطلع الزد سيريز فهي ايكوال الفي شورت سيركت اوفر الاي شورت سيركت تطلع لنا قيمه الامبيدان او الزد يا او الامبيدانس يا اقل من 200 بشوي 195.6 نطلع الانجل الانجل هي الباور كوسين انفرس الباور فاكتور الباور فاكتور هو الباور اوفر الاي الاس الاي في الفي ار ام اس القياسات دائما احنا في ناخذهم في الار ام اس الا اذا ذكر نهايه مش ار ام اس فهي 240 فولت على 2.5 multiplied by 489 طلع لنا الانجل ثيتا هي 78.7 فلو حولناها للريال بارت وايماجينري بارت هتطلع معانا 38.4 plus j 192 الريال بارت حيكون هو الار اكوفيلنت والاكس بارت والاكس حتكون هي الاكس اكوفيلنت هذا الإيماجينري بارت طبعاً هذا هو ريفيرد للبرايمري سايد. نرسم الرسم اللي كان موجود عندنا فوق ريفيرد للبرايمري سايد. طب إذا إحنا بدنا نحصل السيركت ريفيرد للسكندري سايد. نعم. داتا موجودة عندنا على البرايمري سايد نحسب على البرايمري سايد. بعد هيك منحولها للسكندري سايد. نقسم على إيش كوي. شيء. الاكس ام نقسمه على سكوير ار سي نقسمه على سكوير الار كوفلنت نقسمه على سكوير الاكس كوفلنت نقسمه على ار سكوير ونكون حصلنا الفائده للسكندري سايد لو كانت التست معمول على السكندري سايد فاحنا بنطلع السيركت ريفير للسكندري سايد اوكي طبعا ليش طب هذا المثال الموجود عندنا البرايمري سايد 8000 يعني انا لو بدي اعمل ابلاي ل اوبن سيركت استعمل ابلاي ل 8000 فولت مش سهل مرات في فحص في مختبر او في شيء مش سهل ان اعمل ابلاي ل 8000 اوكي هو مشوك يعني موجود عندي على 8000 بس مش دائما انا يعني في موقع العمل او في الميدان حيكون في عندي فولتج ده داخل المصنع او داخل وحده محطه توليد أو داخل أحد الأحياء السكنية بس مش دائما في المكان أنا بفحص فيه حيكون في عندي الـ 8000 ممكن أن أشبك السيركت فيه وأعملها refer to the secondary site الـ 240 موجودة عندي هي نفس اللاين line voltage okay. يعني ممكن هذا هو الترانسفورمر يكون distribution transformer بس power تبعه 20 كيلو فولت أمبير هو صغير يعني ممكن يكون له مش صغير معمول طب بعد ما احنا حصلنا البارامترز الموجودة عند الشورت سيركت والأوبن سيركت تيست عشان انا احصل الاكسايتيشن برانش و خلينا نحكي والسيريز امبيدانسز اللي هم ناتجين عن اللاين الدروب على الوايندينجز والليفج اندكتنس سيلف اندكتنس هلا نحكي عن الموضوع اللي هو علاقة بالترانسفورمر إفشنسي يعني هذه البراميترز الموجودة عندي في البراكتيكال براميترز هلا بالايديال ترانسفورمر كان عندنا الانبوت باور يكون الاوتبوت باور طب الآن صار في عندي ريزيستانسز صار في عندي امبيدانسز صار في عندي باور لوسز مش بس هيك باور لوسز أنا كمان بكون عامل أبلاي لفولتج 8000 ما حصل على 240 فولت ليش؟ بالترانسفورمر موجود عندي في هذا المثال ليش؟ لأنه أنا حيصير في عندي دروب فولتج على R equivalent والX equivalent حيصير عليهم drop voltage صح ولا لا؟ فراح نحكي كمان عن إشي اسمه voltage regulation voltage regulation أنا شو بصير في عندي بال voltage الموجود على secondary side إذا أنا عملت apply للload بالopen circuit ممكن أحصل 240 volt بس إذا أنا عملت apply للload حيصير في عندي current flow في R equivalent في الX equivalent هذا يعني إنه حيصير عندي أنا drop بالvoltage صار عندنا دروب بالفولتج معناته انا ما حصلتش 240
طب هذول ليش؟ أنا عشان أميز الترانسفورمر تبعي جودته، الإفشنسي تاعيته عالي ولا صغيرة، أنا بنطيب باور كم اللصوص اللي بتصير عندي. طبعا يوم نيجي على الترانسفورمر هنحصل على إفشنسي عالي جدا بالتسعين، أوكي. بس هذا بيعبر لنا شو في عندي لصوص، هل في مقدر استعمل ترانسفورمر وأحصل لنا ترانسفورمر أفضل من هيك، ولا ترانسفورمر عندي سيء؟ طب لو أنطاني الترانسفورمر إفشنسي بالثمانين I think حيكون ترانسفورمر سيء، فأنا لازم أعرف الإفشنسي. شو يعني إفشنسي؟ الباور الموجود عندي على الاوتبوت نسبته للباور الموجود عندي على الانبوت، يعني كايديال ترانسفورمر لازم يكون نسبه 1 لواحد 100%. كل الباور اللي انا بحطها على البرايمري سايد تنتقل للسكندري سايد حتكون 100%، لكن احنا حنحصل على اقل من 100%. ليش؟ لانه حيكون الباور على الاوتبوت على السكندري سايد اقل من الباور على الانبوت. ليش؟ اللوسز اللي صارت داخل للترانسفورمر من ايدي كارنت. طبعا اللوسز لما نحكي عن باور لوسز الماجنتايزيشن ما حيكون باور لوسز، لانه هو عباره عن اكس ام، حيكون عندنا losses بالcore، core losses الهيستريسيس والإدي كارنت. حيكون عندنا losses بالبرايمري سايد والسكندري سايد وايندنج كR بالكبر losses هنحكي. أما كإندكتنس سيلف إندكتنس ما حيكون فيها losses، هي power كpower بس بتأثر لي بحساب الpower factor، أوكي. بتأثر لي بالvoltage regulation، حسب عليها voltage group حتى لو هي كمان اندكتنس، الاندكتنس على لها امبيدنس فحصير في عليها فولتج دروب، اوكي. فكم الفولتج ريجوليشن؟ طيب كمان الفولتج ريجوليشن انا بعمل ابلاي ل 8000 عم بعطيني 240 اذا كان اوبن سيركت. طب اذا كان في عندي لود كم انا حينزل عندي الفولت؟ لو انا اشتغلته على الريتد على الفول لود تبعه كم حصل 220، حصل 210، حصل اقل من هيك؟ هذا بيعطيني إنديكيشن عن جودة الترانسفورمر الموجود عندي. كمان إنه أنا بقدر أستعمله بقدرش أستعمله، كيف أعالج هاي المشكلة؟ كيف أعالج هاي المشكلة؟ فنيجي نحكي عن الترانسفورمر فولتج ريجوليشن والإفشنسي. هلا اللي ما نحكي عن الفولتج ريجوليشن هو تأثير السيريز إمبيدانسز. ليش؟ لأنه الآر سي والإكس أم جايين إمبارل، إمبارل عليهم نفس الفولتج تاع البرايمري سايد، فما بيعمل فولتج دروب، الفولتج دروب بصير على السيريز برانشز. ف الريال ترانسفورمر له سيريز امبيدنسز. هلا ذا اوت اوف فولتج اوف ذا ترانسفورمر فيرس وذ ذا لود. ليش؟ مع تغيير اللود انا زدت اللود. شو يعني زدت اللود؟ خلينا يعني نتفق على هاي البارامتر. يوم نحكي احنا زدت اللود احنا ما بنزيد قيمه الامبيدنس، لا بنزيد الباور، يعني بنزيد الكرنت، اوكي. فلما نقول احنا صار في عندنا انكريز باللود يعني أنا زدت الباور، زدت الكرنت. لما أقول أنا صار عندي increase بالإمبيدنس هقلل الباور، معناته هقلل الكرنت، أوكي. فيوم إحنا نحكي إنه اللود زاد، يعني هو مقصود هنا في الباور تاع اللود اللي بزيد. فلو زاد عندي اللود زاد الباور تبعه، زاد الكرنت، فزاد الفولتج دروب الموجود عندي على السيريز كومبوننت اللي هم الR equivalent والX equivalent. فكيف بدنا نعبر عن هذا الدروب اللي بيصير عندنا في الفولتج وعن تغيير بالفولتج؟ هنعبر عنه بإشي اسمه الفولتج ريجوليشن. شو يعني الفولتج ريجوليشن؟ هي كوانتيتي، رقم هنعبر عنه يعمل كومباريزون بين الاوتبوت فولتج لما يكون عندنا ترانسفورمر نو لودد وفول لودد. لما يكون نو لودد يعني اوبن سيركت على السكندري حيكون هو الماكسيمم فولتج ممكن نحصله. طبعا لا، ليش؟ انا ممكن احنا نشبك لود اندكتيف فبصير عندنا دروب بالفولتج. اذا شبكنا لود كباسيتيف ممكن الفولتج عندنا يرتفع، اوكي. ممكن احنا يعني على البرايمري سايد 800 8000 على السكندري 240، اذا شبكنا اندكتيف لود ممكن يكون يصير عندنا دروب بالفولتج، فهيك حيصير عندنا الفولتج ريجوليشن حيكون بوزيتيف. ممكن يكون عندنا كباسيتيف لود يعملنا كومبنسيشن للدروب اللي حيصير عندنا في الاكسام، حيرتفع عندنا الفولتج. ف هي مقارنة بين النو لود فولتج على الفول لود فولتج. فالفولتج ريجوليشن حنجيب السكندري سايد نو لود فولتج وسكندري سايد فول لود فولتج، وعلى السكندري سايد فول لود فولتج نضربه في 100%. هلا السكندري سايد في الاوبن سيركت في النو لود هو نفسه الفي في على ايه. لما نرجع للسيركت اللي كانت موجوده عندنا هي ريفيرد للسكند، احنا هون كونه بنحكي عن السكندري سايد فهنتعامل مع سيركت ريفيرد للسكندري سايد. فهي كانت فيها
الاكس اكوفالنت والار الار اكوفالنت والاكس اكوفالنت والاكس ام اوفر اي طبعا والار سي اوفر اي. هون حيكون عندنا الفي بي على اي. الات النو لود عندنا هون اوبن سيركت، فالفولتج على السكندري لود في اس نو لود هو ايكوال الفي بي على اي. ليش هو نفس الفولتج هذا ما صار انا عندي دروب الاي ايكوال زيرو؟ عشان هيك احنا راح نحكي انه ال في اس نو لود هي ايكوال الفي بي على اي 8000 على اي 240. اوكي فاذا بدنا نحسبها بالبير يونت، هاي من الاشياء الحلوه في البير يونت انه انا في البير يونت البرايمري سايد له بير يونت والسكندري سايد له بير يونت صح. البرايمري سايد له بيز والسكندري له بيز والسكندري له بيز، فانا في البير يونت فيش داعي اعمل ريفير، باخذ الفي بي بير يونت البرايمري سايد بير يونت، باخذ الفي اس فول لود بير يونت بقسمها على الفي اس فول لود بير يونت واضربها في 100%. هلا الايديال ترانسفورمر ما بصير عندنا دروب في الفولتج، فكم حيكون الفولتج ريليشن النو لود ايكوال الفول لود. فكما تطرحهم حصل عندنا الفولتج ريليشن ايكوال لزيرو. هلا كيف نعمل اناليسيس؟ هنعمل اناليسيس عن طريق الفيزر دياجرام، نرسم الفيزر دياجرام ونحسبها ونعمل اناليسيس لهاي السيركت. هي سيركت كثير بسيطه، يعني انك تحسب الفولتج دروب على لود معين. اوكي هلا بناخذ مثال ونشوف الفولتج ريجوليشن كيف نحسبه. هلا الفولتج ريجوليشن اوف ذا ترانسفورمر ديبند اون بوث ذا ماجنيتيود اوف ذا سيريز امبيدنسز اند ذا فيز انجل اوف ذا كرنت فلوينج ثرو ذا ترانسفورمر. يعني هو بيعتمد كمان على الاي اس الانجل باور فاكتور للود الموجود عنده، الانجل تاعيت اللود بيعتمد عليها مش بس على قيمة التضار. اوكي يعني لو كان عندنا ريزيستيف لود حيكون في عندنا شيء، لو كان عندنا اندكتيف لود حيكون عندنا شيء، ولو كان عندنا كاباسيتيف لود حيكون في عندنا شيء مختلف. فهي كفيزر كي في ال، لو طبقنا الكي في ال الفي بي على ايه هو بيكون الفولتج دروب على الار اكوفالنت والاكس اكوفالنت بلس الفولتج على سكندري سايد كفيزر. زي كان هما بالكتاب بيستعملوا للفيزر بول، انا حطيت النوتيشن الفيكتور على اساس انه هو فيكتور، فهو صعب ان اكتب لك انا بول. فالفي بي كفيزر على ايه هي ايكوال الفي اس بلس الار اكوفالنت في اي اس بلس الجي اكس اكوفالنت في اي اس. فالار الار اكوفالنت والاكس اكوفالنت حنكون احنا عارفينهم من ال اوبن سيركت تيست والشورت سيركت تيست. طبعا هما من الشورت سيركت تيست احنا بنعرفهم. طبعا اتس اوكي لو كنت انا عامل ابلاي للشورت للشورت سيركت تيست على البرايمري سايد بعمل ريفير للسكندري سايد. اوكي يعني هاي الملحوظه خلوها كيب ان يور مايند، انه انا يوم ما بدي احسب الفولتج ريليشن بعمل ريفير للسيركت للسكندري سايد. بحساب الكوفيلنت سيركت ما بتفرق معي، بحسبها انا زي ما هي موجوده على البرايمري سايد بحسبها على البرايمري سايد، موجوده على السكندري سايد الداتا بحسبها على السكندري سايد، بعدين بعملها ريفير بس بقسم على اي سكوير او بضرب في اي سكوير صح. هلا نيجي نرسم الفيزر دايجرام. لو كان عندنا مثلا اندكتيف لود، شو يعني اندكتيف لود؟ يعني انا لو اخذت الفي اس هو الريفرنس تبعي، هو حيعطيك الفي اس او حيعطيك الباور فاكتور للود الاي اس الانجل تاعت الاي اس مثلا. فالانجل تاعت الاي اس لما يكون اندكتيف حيكون مالها لاجنج صح. لنيجي نرسم المعادله، انا عشان طلع الفي بي على ايه لازم اجمع لها الار اكويفالنت الار اكويفالنت اضربها في الاي اس طبعا كفيكتور، واجمع لها الاكس اكويفالنت مضروبه في طبعا جي هون مضروبه في الاي. لكيف حنعمل؟ نيجي للريزستيف، الريزستيف حتكون ان فيز مع الكرنت صح، مش كنت تاخذه بالفيزر دايجرام. فتيجي عند النقطه هاي ترسمه سوري محاور جديده
خلينا نغير اللون. ترسموا محاور جديدة، شو تحكوا؟ تحكوا حنحصل على فيكتور قيمته الـ R في الـ Amplitude الـ I. إذا كانت عندنا الـ I 2 أمبير، نضرب الـ I في 2 أمبير، الـ Angle تعيته هي نفس الـ Angle تعيته الـ IS، هي يعني Parallel مع الـ IS، فحنحصل على فيكتور زي هيك جاي. اوكي بعد هيك شو حتعملوا؟ حتجمعوا لها الكومبوننت الجاي من الاي اس في الاكس اكوفلنت. هلا الاي اس ضلت بنفس الاتجاه، لما نحكي عن اندكتيف عن اندكتر الفولتج تبعه شو حيكون؟ حيكون عمودي على الكرنت صح، وفي 90 ديجري في ليد الفولتج ليد الكرنت يعني الكرنت هو اللاج، فحنرسم الاكسس تبعنا زي هيك وناخذ العمودي عليه، فناخذ العمودي عليه حيطلع عندنا قيمته بامبليتيود، قيمه الامبليتيود للاكس في الامبليتيود للاي. هلا اللي من بدايه الفيكتور الفي الاوريجين تاعيتي لحد ما وصلت هاي حتكون عندي قيمه الفي بي على ايه، فهيك انا بكون حصلت قيمه ال في بي على ايه اللازمه حتى انا احصل على فولتج مقداره في اس. اوكي واضح الفيزر دايجرام؟ واضح الفيزر دايجرام يكون عندنا اندكتيف. في الاندكتيف لود الفولتج ريجوليشن حيكون بوزيتيف. شو يعني بوزيتيف؟ يعني انا بصير عندي دروب الفولتج، دروب الفولتج. هلا نيجي لل ريزيستيف لود، ما في عندنا اندكتنس، الاكس ايكوال لزيرو. سوري سوري الثيتا ايكوال لزيرو. فكيف حناخذ الريفرنس تبعنا هو الفي اس، الاي اس حتكون بنفس اتجاه الفي اس، فالار ايكويفالنت في اي اس حتكون بنفس الاتجاه ما حتتغير، الانجل ظل زيرو. لما نيجي نحسب الاكس ايكويفالنت في الاي اس حتاخذ بربنديكولار عليه عمودي والانجل في البوست، يعني الاي حتكون لاج. فمن بداية الفيكتور هاي حتكون الفي بي على ايه. نفس الشيء لما يكون احنا عندنا يونيتي باور فاكتور او اللود هو بس ريزيستيف لود على الترانسفورمر حيكون الفولتج ريجوليشن بوزيتيف، اوت البرايمري سايد اعلى من السكندري سايد، حيصير في عندنا دروب بالفولتج، دروب بالفولتج، الفولتج حيقل ما حيكون يوم يكون عندنا الباور فاكتور ليدنج. شو يعني ليدنج؟ عندي كاباسيتنس، فانا عندي هاي الفي اس هو الريفرنس تبعي، الاي اس حتكون هي الليد بهذا الاتجاه. يوم احسب الكومبوننت الار ايكوفالنت في الاي اس هي حتكون ان باراليل مع الاي صح؟ لها نفس زاويه الاي، باراليل مع الاي، قيمته ار في اي. فالامبليتيود للار في الاي حينطلع لنا زي هيك بارلل مع الاي اس. هلا كيف حنحسب الاكس ايكوفالنت في اي اس؟ هاي اندكتيف، الاندكتيف حتكون الاكس، الاكس يعني احنا ما بنحكي عن اللود، هلا بنحكي عن الاكس، الاكس هنا هي اندكتنس، فحتكون الباور فاكتور تبعها حتكون هي يعني الفولتج حيكون ليد، حيكون 90 ديجري على الكرنت زي هيك. فا يعني نرسم ال V P على إيه، هلا بيطلع لنا قيمة ال V P على إيه. ممكن يكون ال voltage regulation zero، ممكن يكون positive، ممكن يكون negative، ممكن عندنا leading، بيعتمد على ال angle تاعت ال I S، بيعتمد على قيمة ال series resistance اللي هي ال R equivalent وال X equivalent. فممكن إن تكون ال V P على إيه أكبر من ال V S، ممكن يكون ال V P على إيه amplitude equal ال V S،
ممكن تكون عندنا الفي بي على ايه اقل من الفي اس، فممكن نحصل على بوزيتيف فولتج ريجوليشن. شو يعني بوزيتيف فولتج ريجوليشن؟ انا بعمل يوم عملت ابلاي للود الفولتج عندي زاد، بدل ما هي 240 صارت الفولتج عندي مثلا 245 250. ليش؟ لانه عندي انا كاباسيتيف لود، عندي كاباسيتيف لود. طبعا دائما لا مش دائما، لما يكون عندي كاباسيتيف لود مش دائما حيزيد عندي الفولتج، لا، لانه في عندي انا اكس كوفيلنت بار كوفيلنت، ممكن تكون قيمه الاكس كوفيلنت اعلى من الكاباسيتيف الموجود عندي. اوكي، حيضل عندنا دروب الفولتج. ف بعتمد على اللود الموجود عندي، بعتمد على سيريز ريزيستنس الموجود عندنا. فناخذ هلا بالكتاب هلا، يعني انت بتعرفوا انه الكتاب شوي مرات بيكون فيه بيحكوا عن اشياء قديمه شوي. هلا يعني مثلا اجيب لكم معادله زي هاي فيها الفيكتور كفيزر الفي بي على اي ايكوال الفي اس بلس ار اكوفيلنت في اي اس بلس الجي اكس اكوفيلنت في اي اس. لا كلكم معكم كالكوليتر بتحسب كومبلكس، فسهل ان نحسبها. طب في موضوع هو بيعمل ابروكسيميشن، اذا كان احنا عندنا ما بنقدر، يعني ما معنى انت في مصنع في منشاه وما معك كالكوليتر بتعمل تحسب كومبلكس، شو تعمل؟ تقول والله ثاني اروح اجيب كالكوليتر تحسب كومبلكس، او بدك تحسب الكومبلكس على ورق، تحوله لبولر، تريد تحوله لكذا، تريد تحوله، فقلت انك تحصل على قيمه الكي في ال. هلا بقول لك لا، احنا الانجل هاي اللي حتكون هنا هي انجل صغير، الانجل بتوين الفي اس والفي بي على ايه حتكون هاي الانجل في اغلب الاحيان صغيره. فشو احنا حنعمل ابروكسيميشن، حنحكي انه الفي بي على ايه هو بس ريال بارت، هذه هاي قيمتين متساويات، هاي هي قيمه الفي بي على ايه. ليش؟ هو الاصل تكون لما نحكي الفيزر ديجرام الاصل احنا نعمل هيك، تكون جزء من سيرندر صح، تكون جزء من سيركل، سوري هيك، يعني انه تكون قيمتها لحد هاي النقطه، بس حنعمل ابروكسيميشن انه الانجل هاي صغيره، فهذه الديستنس الموجوده عندي هون حتكون صغيره، ممكن انه ما تاثر على في حساب الفولتج ريجوليشن. فشو حنعمل؟ حنحكي انه قيمه الفي بي على ايه هذا هي من النقطه هاي، سوري النقطه هاي هي حتكون سميشن للريال بارت. فنيجي نحسب الريال بارت من هذا الريال بارت، الريال بارت من هذا البرانش كم حتكون الريال بارت؟ هي الثيتا هاي نفس الثيتا، وبناخذ الاي ار اكوفيلنت في اي اس في كوساين ثيتا صح، مش هيك صح ولا لا دكتور؟ نعم. أنا آخر إيش حكيته ما بين عندي الشاشة معلقة. هلا اللي بنحكيه آخر إشي أنا الشاشة عندي قلبت عادي ماشي معانا، يمكن عندك الكونكشن شوي ضعيف، مش مشكلة لا بعيده. إحنا بنحكي إنه القيمة الـ VB على إيه الأنجل بينها وبين الـ VS صغيرة. شو يعني الأنجل صغيرة؟ لما ناخذ كوساين الثيتا حتكون أبروكسيمتلي إيكوال لواحد صح؟ فاحنا حنفرض انه الريال بارت هو ايكوال للفي بي على ايه، الايماجينري راح يكون صغير. هلا هو الاصل كفيزر ديجرام احنا بنحكي عن كفيكتور الفي بي على ايه هو يكون الراديوس صح؟ ذا سيركل، يعني هي حتكون الفي بي على ايه هي ايكوال لهذا الازرق كامبليتيود صح؟ اذا رفيناها بمقدار الانجل ثيتا نزلناها لتحت. لا هاي الفتره الصغيره اللي هون موجوده هي قيمتها صغيره، قيمتها صغيره، فانا حفرض كون الانجل صغير انا عندي قيمه الفي بي على ايه من عند النقطه هاي لعند النقطه هاي هي ايكوال بس للريال بارت من الفي بي على ايه. كيف انا هحسبها؟ هحسبها هي الفي اس، احسب المسافات من هون لهون، هاي الفي اس لهون صح؟ طب من هون لهون كم هاي؟ مش هاي هي الريال بارت من الار اكوفيلنت في اي اسكولبه، هي هاي ثيتا اوكي، فبحسب هي ار اكوفيلنت في اي اس في كوساين ثيتا اوكي. هلا كم هذا البارت من هون لهون؟ هلا هاي هي 90 درجة
اوكي هلا هاي هذا هيك عمودي عليها 90 درجة، لو اخذنا الفيكتور اللي زي هيك هاي حتكون ثيتا، فهاي حتكون نفسها ثيتا مش هيك؟ فهذا من هون حيكون المقابل، هو نفسه هذا من هون لهون، فاخذه x equivalent في i في sin theta، حيكون x equivalent في i في sin theta. هيك انا حصلت الريال بارتس، حصلت لو جمعتهم بحصل المسافه من هاي النقطه لهاي النقطه، تطلع لنا قيمه ال vb عليه هي equal amplitude ال vs، ال r equivalent في i s في cosine theta، وال x equivalent في i s في sin theta. هلا انتم داخل الامتحان يعني معكم كالكوليتر بتحسب الكومبلكس على السريع، يعني فيش داعي انك تحسب كوساين ثيتا وساين ثيتا، اوكي؟ يعني تدخل في عمليه حساب زي هيك، بس يعني ممكن تضطر لها مثلا داخل مختبر في يوم انت مش جاي على المختبر وتجيب معك الكالكوليتر، او في منشاه في انت عم تشتغل في منشاه مش راح تشيل دائما معك كالكوليتر وبتحسب كومبلكس، او انك بتضطر انك تتعامل معك ماث تضبها كومبلكس وتحصل ريال بارت وماجينر بارت وتطلع الفي بي عليها، اوكي؟ واضحه؟ تمام. نيجي عن نيجي عن الترانسفورمر افيشنس، بس ننتظر شوي حتى الشاشه السكرين تتغير عندنا. اوكي هل نيجي للافيشنسي؟ الافيشنسي تحكي لنا انه قديش انا قدرت احصل على اوتبوت باور مقارنه بالانبوت باور، فهي البي اوت اوفر البي ان. طبعا لما نحكي عن بي ان هي البي ان ايكوال البي اوت بلس البي لوس، صح؟ اللي خسرته انا، اللي قدرت احصله زائد اللي خسرته، وكمان بالعكس البي اوت حتكون هي ايكوال البي ان ماينس البي لوسز. فاذا عندي هم الثلاث الانبوت والاوتبوت واللوسز، اذا انا عندي ثنتين بقدر احسب الثالثه، هذا المقصود في اللي بدي احكي لك اياه. طب يوم نيجي على ترانسفورمر اللوسز الموجوده عندنا وين صارت داخل الترانسفورمر؟ اللوسز الموجوده عندنا صارت في الكبر لوسز نحكي عنها، اللي هي الوايندنجز الموجودين عندنا في الريزيستنسز تاعون الوايندنجز صار فيهم لوسز، فهذا حنحكي عنها هي الكبر لوسز. هي الكبر لوسز ك ريزيستنس هي الاي سكوير في ار. طبعا ليش بناخذ الفي؟ لانه سهل ان نطلع الفولتج على ريزيستر. الاي في السيركت في البرانش كامل حيكون نفسه، بس انا اذا بدي اطلع الفي سكوير اوفر ار اضطر اطلع الفولتج اللي هو موجود على الريزيستر. اوكي؟ تمام؟ الهيستريسيز لوسز والايدي كرنت لوسز. هذول الاثنين احنا دمجناهم في one losses يواسم اعطيناه قيمة الكور لوسز ال RC. كم حيكون الكور لوسز؟ هو IRC سكوير في RC، بس ال RC هي بارلل مع البرايمري سايد، صح؟ فنحن لو اخذنا ال VP سكوير over RC او اخذنا ال VP over A سكوير over RC over A، يعني الفولتج على البرايمري على قيمة الكور ريزيستنس، فاحنا بنقدر نحصل الباور السويدد في الكور، هيك نقدر نحصل اللوسز الموجود عندنا ونقدر نحصل الافيشنسي. فالافيشنسي حتطلع الاوتبوت باور على الباور اللي راح عندنا لوسز في الكبر، طبعا الكبر هي حتكون في الار اكويفالنت الار بي والار اس، والكور لوسز هي في الايدي كرنت والهيستريسيس لوسز حتكون موجود داخل الار سي بلس البي اوتبوت ضرب 100%. ناخذ مثال يوضح لنا طريقه حساب الافيشنسي. طبعا هذا المثال طويل شويه، حنختصر منه، انا ما حجيب لك في الامتحان مثال بهذا الطول، يعني هو المثال منطقي انه نحسب عند باور فاكتور. ليش هو طويل؟ ما حسبونا عند باور فاكتور 0.8 ليدنج، اوكي؟ وبعدين طالب منا نحسب الابروكسيميشن. طبعا انا ممكن اجيب لك اياهم، يا بتحسب الابروكسيميشن يا بتحسب ال يعني انا بطلب منك الفولتج ريليشن، اتركها لك، يا تحسب الابروكسيميشن يا ما تحسب الاكزاكت.
فبعدين طالب نعمل بلوت للفيزر ديجرام. لا هو بده بلوت للفورتج ريجوليشن. هذا مثلا يعني مثل اي يمكن انا يعني صعب اجيب لك اياه في الامتحان. ليش؟ لو بطلب لك انك تعمل بلوت للفورتج ريجوليشن للود، طبعا هو طالبها عند ال 0.8 باور فاكتور، عند ال 1 باور فاكتور، وعند ال 0.8 طبعا ليدنج ولا لاجنج وليدنج. هاي كيف بدك تحسبها؟ انت مضطر انك تجيب اكثر من لود، اكثر من كرنت لهم قيمه الانجل تاعته باور فاكتور 0.8. فانت بدك تعيد الحسابات مثلا لك 10 مرات عند نفس الباور فاكتور بقيم مختلفه للكرنت كامبليتيود. فيعني ممكن هاي تشتغل اذا كان في عندك كمبيوتر تدخل له المعادله وتحسبها. فنيجي للمثال الموجود عندنا. المثال هو دمج بين الاوبن سيركت تيست والشورت سيركت تيست. فاعطانا ترانسفورمر له 15 كيلو فولت امبير، هذا الاس تاعته 2300 تو برايمري سايد، طبعا ل 230 فولت ترانسفورمر تو بي تيستد تو ديتيرمين اتس اكسايتيشن برانش كومبوننت اتس ريزن بي دانس اتس فولتج ريجوليشن. The following test data has been taken from the primary side of the transformer. هلا هو عامل تست على البرايمري سايد، فالداتا اللي حنحصلها من الفولتج تيست من الاوبن سيركت تيست والشورت سيركت تيست هي ريفيرد للبرايمري سايد. بحكي لك find the equivalent circuit of the transformer referred to the high voltage side، هو البرايمري سايد. بعدين find the equivalent circuit referred to the low voltage side. هلا كيف حنحسبها؟ حنحسب الاوبن سيركت تيست والشورت سيركت تيست، كان نفس المثال اللي اخذناه قبل شوي بس بتغيير الارقام. طلعت معانا الار سي ايكوال 105 كيلو اوم، والاكس ام ايكوال 11 كي، والار ايكوفالنت طلعت معنا 4.4 اوم، والاكس ايكوفالنت طلعت 6.45 اوم. اوكي هاي السيركت حتكون ريفيرد للبرايمري سايد، يعني حتكون شكلها زي هيك. الار سي هي الار سي، والاكس ام هي الاكس ام، والR equivalent والX equivalent. كيف حنحولها لل، طبعا ما ننسى هون الIS بكون على A، هون حيكون A في الVS. كيف نحولها لSecondary side؟ نقسم هون على A square، شيك هون على A square، كإمبيدانسز هون على A square، وهون على A square. هذا حنضربه في A، وهذا حنضربه في A، وهون نقسم على A، وهون نقسم على A، صح؟ بس عندنا شكل السيركت زي هيك. اوكي كم قيمه ال A؟ هي ال 200 2300 على 230، يعني قيمه ال A 10 في ال A square 100. اوكي فيك احنا حصلنا سيركت فيرد سكندري سايد. هلا انا بقدر على هاي السيركت احسب الفولتج ريجوليشن الموجود عندي. نحسب الفولتج ريجوليشن. هلا بحكي لك حسب لنا الفولتج ريجوليشن لما يكون عندي الباور فاكتور 0.8 ليدنج و لا 0.8 لاجنج بالاول و1 يونيتي و ليدنج. نيجي نحسبها. سهل الحساب هالمعادله. ليش معادله؟ معادله واحده لهم كلياتهم، صح؟ نحسب الاي فول لود. كم الاي فول لود؟ يا الاي اس فول لود حتكون ايكوال الاس ريتد على الفي اس ريتد، اللي هي ال 15000 كيلو فولت امبير على 230. هذا بنطينا الريتد كرنت للفول لود كرنت على السكندري سايد اللي هو 65.2 امبير. طب الانجل تاعته من الباور فاكتور، الانجل تاعته من الباور فاكتور، فكامبليتيود للكرنت كفول ريد او للريتد كرنت ما حيتغير، حيظل عندنا 65.2 امبير. مين حيتغير؟ ما حيتغير معنا الانجل تاعته. هلا نيجي كسيركت الكي في ال تبعها، حكينا الفي بي على اي يكون للفي اس بلس الار اكوفلنت في اي اس بلس جي اكس اكوفلنت في اي اس. هلا الفي اس هي 230 الانجل 0 هي الريفرنس تبعي، الار اكوفلنت في الاي اس، الجي اكس اكوفلنت في الاي اس. الاي اس انا بعرف الانجل تاعته بيزد على الباور فاكتور، فبحصل الفي بي على اي.
بعد ما حصلت الـ TP عليه بحسب الـ Voltage Correlation وبقدر أرسم الفازر دياجرام. فنيجي نعوض في أول حالة عندنا الـ Power Factor 0.8 lagging، يعني كم الأنجل هي cosine inverse 0.8 والباور والأنجل lagging، فالكرنت الأنجل حتكون فيه في الـ points فهي minus 36.9. هلا بس نعوض تعويض مباشر بهاي المعادلة، تعويض مباشر بهاي المعادلة بيطلع لنا قيمة الكرنت هي قيمة الـ VB عليه 23 200 34.85 والانجل 0.4. شفتوا كم الانجل صغيره؟ عشان هيك احنا حكينا يعني لو اخذ كوساين لها بيطلع 0.99 او بيطلع، يعني لو اخذنا الريال بارت اتس اوكي. فكان بيطلع لنا الفولتج ريجوليشن، الفولتج ريجوليشن هو بيطلع لنا قيمه الفي بي على اي ماينص الفي اس فول لود اوفر في اس فول لود. احنا فرضنا الفي اس فول لود 230 فولت وحسبنا عليها طلعنا الفي بي على ايه، ناخذ طبعا الفي بي اي على ايه هو اعلى من الفي اس، صار لنا دروب الفولتج صح، بيطلع لنا الفولتج ريجوليشن بوزيتيف. لو اخذنا 234 طبعا 0.85 - 230 على 230 ضرب 100% بيعطينا 2.1. طب لو كان عندنا باور فاكتور 1 الانجل حتكون هاي زيرو، نفس الكرنت حتكون الانجل زيرو. نيجي نعوض، بس نعوض نرجع في المعادله هاي، المعادلة فوق هاي سوري هاي المعادلة، هاي المعادلة هي اللي حنضل نعوض فيها. فنيجي نعوض عند الباور فاكتور يونيتي الانجل حتصير زيرو، فكان بيطلع لنا الفولتج ريجوليشن بيطلع لنا الفي بي على ايه هو 232.94 والانجل طبعا كمان صغير. اوكي هي 1.04 بس تعتبر تقريبا نوعا ما صغير، يعني بيطلع لنا الفولتج ريجوليشن كمان بوزيتيف، هو الفي بي على ايه ماينص الفي اس فول لود اوفر في اس فول لود ضرب 100% يطلع 1.28%. هذا كمان الفولتج عندنا يوم يكون ريزيستيف لود عم بقل، يعني انا ما بدي ادخل 232 تقريبا 233 فولتج على البرايمري سايد حتى اقدر انا احصل على 230 فولت على السكندري سايد، هاي معناها. اوكي هلا الباور فاكتور 0.8 ليدنج، حتصير الانجل عندي هي كوساين الانفرس 0.8 اللي هي 36.9 كانوا ليدنج، فالانجل حتكون عندنا هون بوزيتيف بالكرنت، نيجاتيف بالامبيدنس بوزيتيف بالكرنت. اوكي فالفي بي على اي كفيكتور نرجع نطبق بالمعادله طلعت عندنا كم 229.85 والانجل طبعا 1.27. الفولتج ريجوليشن كم بيطلع عندنا؟ في بي على ايه ماينص الفي اس فول لود اوفر في اس فول لود بيطلع لنا 229.84 ماينص 230 اوفر 230 ضرب 100 بيطلع لنا ماينص 0.062%. شو يعني؟ انا عندي الفولتج على السكند الفي بي على الفولتج على السكندري عم بيزيد مع اللود. يعني لو انا عملت ابلاي ل 229.85 فانا بحصل على 230. طب لو انا عملت ابلاي في بي على اي 230 حصل اعلى من 230، اوكي حصل اعلى من 230. الفرع الثاني طالب ان نستعمل ابروكسيميشن. الابروكسيميشن اللي اخذناه هو حكينا انه الفي بي كامبليتيود الفي بي على اي ايكوال الفي اس بلس ار ايكوفالنت في اي كوساين ثيتا بلس الاكس ايكوفالنت في اي ساين ثيتا. هتغير معي ثيتا هي في الحاله الاولى اللاجنج باور فاكتور هي ماينس 36.9، الحاله الثانيه ثيتا هي ايكوال زيرو، الحاله الثالثه هي 36.9 بوزيتيف. لو جيت عوضت بس واحده من الحالات عشان تكون يعني ما نضلناش نعوض نفس الارقام، فبيطلع لنا قيمه الفي بي على اي هي 234.84 بيطلع لنا 2.1%، مش كثير فرق. هلا عند عند الزيرو طلعت 1.26، عند ال 0.8 ليدنج تطلع لنا ماينس 0.09%. هلا انت في الامتحان انا ما احدد لك انك تستعمل ابروكسيميشن ولا تستعمل، ما بطالبك تستعمل ابروكسيميشن، حتركي لك انت تختار، اوكي. الفرع اللي طالب ان نرسم
العلاقة between the voltage regulation مع اللود عند power factor محدد. أنا هذا ما حاسوب لأنه هو مطلوب منا أن شو نعمل. إحنا عندنا قيمة الكارنت كانت 65 point something ومثلا الأنجل minus 36.9 نأخذها مرة عند كانت يكون مثلا 5 والأنجل minus 36 مرة عند كانت 10 مرة عند كانت 20 30 حتى نوصل لـ 65 ونرسم العلاقة كيف إحنا عندنا قيمة الفولتج ريجوليشن كبرسنت مع الكارنت أو مع اللود. فيعني يعني هتكون هي عملية حساب طويل شوية. فننتقل للفرع الأخير هو طالب منا الباور فاكتور. نرجع للسؤال نشوف هو شو طالب. طالب الباور فاكتور عند point 8 lagging. عند point 8 lagging عند الأنجل minus 36. أوكي. كم حيكون؟ efficiency. بدنا نحصل output power, نحصل core losses ونحصل copper losses. هلا بالنسبة للoutput power هي ال V في S في cosine theta أو هاي ال S نفس S cosine theta اللي هي 1500 في 0.8 في power factor اللي هي كم؟ اللي هي سوري 15000 في 0.8 طلعنا 12000 واط. اوكي هلا بدنا نحسب الكبر لوسز. الكبر لوسز في الار ايكويفالنت. هلا احنا خلينا احنا شغالين على سكندر سايد, خلينا على سكندر سايد. انا بضربها في الاي اس ار ايكويفالنت بضربها في الاي اس سكوير. اوكي بس هون باخذها ريفيرد للسكندر سايد. اوكي كم الاي اس؟ الاي اس موجود انا عندي 65.2 square multiplied by R equivalent at the secondary side هي كلها 0.0445 تطلع هاي كم عندنا 189 واط. طب الباور للكور, الباور للكور هي الفي برايمري سكوير على ار سي. اوكي طب لو انا اخذت الار سي هي ريفيرد للبرايمري سايد اوكي شو حتصير عندي؟ هي ار سي اوفر اي سكوير صح ريفيرد للسكندري سايد. اوكي ف لو اخذت انا الفي بي على اي كلها سكوير الشاي وهاي هم متساويين فانا باخذ الفي بي على اي اللي حسبته 234 اي ثينك يا 234.85 هون باخذ ال RC referred secondary side حتى نطيل نفسه. لو اني انا هذا الفولتج الموجود عندي اللي هو 234.85 عملته ريفير للبرايمري سايد واخذت ال RC اللي انا حسبته على البرايمري سايد هي نفسها حتصير. فانا خلص بتعامل مع السيركت الريفيرد ده secondary side. فهي نيجي عليها السيركت هذا السيركت لا هون حسبنا هذا السيركت هذا السيركت. هلا هذا الفولتج بينت عندكم ولا لسه؟ هذا الفولتج هو في بي على اي صح؟ هو نفسه الجاي برل مع الار سي اوفر اي سكوير اللي هي ال 150. فانا باخذ الفولتج اللي حصلته هون اللي هو الفي سكندري ات نو لود اللي موجود عندنا 2300 34.85 سكوير بقسم على قيمة الـ R هاي اللي هي 1050 هاي الـ RC referred secondary side وهذا هو الـ VS no load أو الـ VB على A. أوكي بأخذ هذول وبحسب قيمة الـ power losses في الكور ال VP على A square over ال R بطلع عندنا هاي بالواط 52.5. فكم الإفشنسية ال output power على input power ال output power على ال output power plus losses فهي 12000
على اللوسز موجود عندنا 189 بلس 52.5 بلس 12000 بيطلع ضرب 100% يطلع عندنا كافيشنسي هي 98.3%. افيشنسي كويسه، افيشنسي طلعت عندنا افيشنسي كويسه. طب اللوسز اللي صار الباور لوسز الموجود عندي على الاكس اكوفالنت وعلى الاكس ام كم قيمتهم؟ ليش ما ندخلوا معي في الحساب؟ البي على الاكس اكوفالنت والبي على الاكس ام، حدا بعرف ليش؟ حدا بعرف ليش البي على الاكس اكوفالنت والبي على الاكس ام ما دخلوا معي في الحساب؟ ممكن دكتور عشانهم اندكترز فما بدخلوا بالحسابات. جاه لأنهم اندكترز وكاباستنس، الاندكترز والكاباستنس عليهم فار، عليهم كيو، هذا زيرو، هذا زيرو، مش ما بدخلوا بالحساب، هم زيرو قيمتهم. يعني لو جيت أنا بدأ أدخلهم بيطلعوا زيرو عندي. لو جيت قلت لك احسب لي الباور على الإكس إكوفالنت كم قيمتها؟ هي زيرو، هي زيرو صح؟ صح دكتور، هي زيرو، يا هي زيرو. الباور على الإكس إم هي زيرو، يعني لو يجي واحد يقول انا بدي احسب الباور عليهم واجمعهم صح، بس كم قيمه الباور؟ لازم باور يطلع عنده زيرو. لو لو حدا اجى حكى المعادله هاي بلس البي على الاكس اكويفالنت بلس البي على الاكس ام، هي صحيحه بس هذا زيرو وهذا زيرو في الحساب اللي راح تطلع معه. هاي هنا يعني طلعوا عليهم، هنا رسمنا الفيزر دايجرام، هي بس هو مش مطلوب بالسؤال، فرسمنا لكم الفيزر دايجرام عند ديفرنت باور فاكتور ورجيناكم شوف بيصير. هلا نيجي على موضوع جديد هو الاوتو ترانسفورمر. الاوتو ترانسفورمر او الفاريتي انا ما يعني ما حشرح لكم اياه وما حتدخلوا معكم في الامتحان، بس انتم حتاخذوه في المختبر، راح تستعملوه في المختبر، فلازم ننوهكم له ونورجيكم انه في عندنا شيء اسمه اوتو ترانسفورمر. هلا الاوتو ترانسفورمر هيك حيكون شكله، خل عشان نلخص شرحنا، حيكون شكله زي هيك. حيكون في عندنا لو فولتج وايندينج، حيكون في عندنا هاي فولتج وايندينج. اوكي هلا الفولتج على الهاي فولتج حيكون هو الفولتج على التو وايندينج على السيريز وعلى الان سي اللي هو كومن وايندينج. اوكي هنعمل ابلاي فولتج على الكومن، هلا حيعمل جنريشن ل يعني هي كترانسفورمر، هذا حيكون عليه فولتج هو الفي ال. اوكي هذا حيصير عليه فولتج هو ايكوال في اس اي، كريشو بين بيناتهم ال VL over VSE equal للN C over الN S E. okay. هلا كفولتج للهاي فولتج هو summation للفولتج ال VL plus ال VSE. هاي باختصار هو auto transformer. بتطلع معانا إذا حصلنا المعادلات بتطلع معانا قيمة ال V over V low over V H equal للN C over N C plus الN S E. okay. طبعا أنتوا حتتعاملوا معاه في المختبر، لسه إنه إحنا عم نقدر نغير الريشيو الوايندينج ريشيو، هنلعب بالوايندينج ريشيو بحيث احنا نحصل الفولتج اللي احنا بدنا اياه بالاوتو ترانسفورمر. هذا حتاخذوه في المختبر فما حتعمق فيه. هلا حنتقل لشيء جديد هو الثري فيز ترانسفورمر. هلا الثري فيز ترانسفورمر احنا بالاناليسز نعمل الاناليسز بير فيز، يوم نعمل اناليسز للسيركت فيها ثري فيز حنعمل سيركت اناليسز للبي فيز. ف انا ما حطالبك كمان بانك تعمل اناليسز لثري فيز، بس لازم اشرح لك بنوضح لك كيف هو بنشا. احنا في عندنا طريقتين ان نعمل ثري فيز ترانسفورمر. اول طريقه ان انا اجيب ثري سنجل فيز ترانسفورمر، صح؟ اجيب ثري سنجل سيبريتلي سنجل فيز ترانسفورمر، يعني اجيب سنجل فيز ترانسفورمر اشبكه على فيز A وواحد ثاني على فيز B وواحد ثالث على فيز C، فانا صار في عندي على السكندري سايد طبعا راح لازم يكونوا ايدنتيكال عشان انا احصل على بالانس فولتج. اوكي الطريقه الثانيه اني اجيب كور له 3 ليكس،
كل لج انا احط عليها شو فيز وخلاص. فيز الاولاني على اللج الاولاني، الفيز الثاني على اللج الثاني، وفيز الثالث على اللج الثالث. هي الطريقتين لك وستركشن نفس الفكره، هي نفس ما اخذنا على السنجل فيس. لما اشوفهم زيكم ومش فوق تحت بعض على جنب بعض يعني على الكور، لا هم بيكونوا مغلفين بعض، اللو فولتج من الداخل والهاي فولتج من الاعلى. هلا الكونكشن للثري فيز ممكن يكون واي تو واي، واي تو دلتا، دلتا تو واي، ودلتا تو دلتا. طبعا الواي تو واي هتدخل مع هتضل الريشيو بيناتهم ايه صح يوم تحول البير فيز. هلا بس يما انه الواي تو واي كونكشن فيها مشكله. طبعا اذا اللود مش بالانس حيصير عندنا الفولتج كمان مش بالانس، انا في احد منهم حيصير فيه كرنت اعلى، حيصير فيه دروب فولتج اعلى صح. طبعا طبعا كمان احنا بنعاني بالواي في شيء اسمه الثيرد هارمونيك سيركوليشن، حينتنشا عندي هارمونكس ساين ويف على فريكوانسي ثلاث أضعاف من الانبوت فريكوانسي. لو كان عندنا 50 هرتز زي عندنا في الأردن حيكون عندنا هارنوكس على 150 هرتز. هاي الهارنوكس حتضر عندنا في الأجهزة، ثاني يوم يجي للموتور حنك عليه مثلا ليترون حصير مثلا بواجان في الموتور الموجود عندي نتيجة هاي الهارنوكس. طب كيف هاي منحلها هاي المشكلة؟ نستعمل الجراوند على النيوترون، هاي واحد من الحلول. الحلول الثاني منضيف احنا تريسي وايندنج، يعني نجيب ترانسفورمر فيه بدل 2 سكند بدل 1 سكندري يكون فيه 2 سكندري. هلا الثاني حيكون حجمه صغير 2 سكندري، هذا شو بنعمل فيه؟ بنشبكه دلتا كونكشن. بعد ما نشبكه دلتا كونكشن حيصير فيه حياخذ هو الثيرد هارمونكس، بس انا لازم اخلص من هاي الباور، يا اما بعملها ديسيبيتد از هيت مثلا على ريزستر، او ممكن استعملها داخل منشاه في اللود اللي ما بحتاج ما بفرق معه الفريكوانسي. مثلا لو كان عندنا اضاءه، الاضاءه ما بتفرقش معها كم بالفريكوانسي، عندك لمبه اللمبه العاديه مثلا ما تفرق معها، عندك ال 150 ولا كم ولا 50. اوكي هاي الطريقه. النوع الثالث من الكونكشن يكون عندنا واي تو دلتا. الواي تو دلتا هنا حيدخل معانا الريشو، طبعا الفيس شيفت 30 زي ما بتعرفوا، وحيدخل معانا الريشو اللي هي جذر الثلاث، ويطلع لنا الريشو هي جذر الثلاث في ايه بتوين ال بي اوفر ال اس. طبعا الواي تو الدلتا تو واي حتنعكس، حيصير لنا الفيس شيفت 30 حتصير في ال على بي و اي على جذر الثلاث الريشو. الدلتا تو دلتا هتكون ريشو ايه ظهر نفس ايه. طبعا البير يونت سيستم بالثري فيز او فالاس بيز الاس كبير فيز بيز هي حتكون هي نفس الاس بيز الموجوده عندنا للسيستم على ثلاث. يعني ليش؟ انه لما تيجي للترانسفورمر او للماشين هي ثري فيز حتعطيك مثلا 1500 مثلا كيلو فولت او 15 كيلو فولت امبير، هاي توتال اس. فلما تيجي تعمل اناليسز لبير فيز فالاس بير فيز هي هتكون اس بيز على 3. فيوم نطلع الاي بيز احنا هنستعمل هاي الاس بيز ونقسمها على الفي بيز، اللي هي نفس الاس بيز على 3 مقسومه على الفي بيز. الزد ناخذ الاي الاس الاس بيز بير فيز على الاي بير فيز، او ناخذ الفي سكوير على يعني تحسبوها حساب. الاي لاين ناخذ فيها جذر الثلاث، هي الاس بيز اوفر جذر الثلاث في الفي لاين بيز. هيك احنا بنكون يعني حولنا البير يونت سيستم. طبعا انا ما حجب لك في الامتحان 3 فيز اناليسيس. ضل نقطه واحده احنا ما نوهنا لهاش لها، فكرت انه مكتوبه عندي في منطقه اخرى. هلا النقطه الوحيده اللي انا ما نوهت لهاش انه احنا ما اخذنا الفولتج ريجوليشن. هلا بالفولتج ريجوليشن حكينا انه مثلا اذا كان عندنا اللود اندكتيف حيصير عندي دروب بالفولتج. طب اذا كان هذا الدروب عالي شو انا بعمل؟ هي الشركه المصنعه للترانسفورمر او انت مصنع للترانسفورمر بعطوك على برايمري سايد اكثر من كونكشن او سويتش. كيف هذا؟ شو السويتش هدفه؟
او الكونكشن انك تزيد النمبر اوف فايندينجز الموجودين عندك مثلا على البرايمري او تقرر لهم. يعني شو بمعنى او باخر، انت تزيد الريشيو الاي، تغير قيمه الاي. فانا ممكن اعمل ازيد الفولتج نتفه على السكندري عشان هو يوم ما يرجع على الاوبن سيركت عند الفي نو لود، انا ازيد الفي نو لود نتفه عشان يوم انا اشبك اللود يقفل. اوكي، هي هاي الفكره، انه انا بدي انزل عند الفولتج بس انا اشبك اللود. فشو بعمل انا؟ بزيد الفولتج نتفه، يوم اكون انا شبك اللود هو حيقل يرجع على ال 230 فولت اللي انا بدي اياها. هاي بنسميها تابز. فانت لما تجيب الترانسفورمر، الترانسفورمر بيكون فيه تابز، بيكون فيه اكثر من كونكشن على البرايمري سايد. طبعا ممكن يكون ككونكشن انت تفصل وتشبك، ممكن يكون كسويتش. اوكي، الافضل هو يكون كسويتش طبعا، بس نهايه المطاف هذا بيرجع للشركه المصنعه على الترانسفورمر. النيم بلاك الترانسفورمر كيف نقرا احنا مثلا؟ نروح نجيبنا ترانسفورمر، هذا مثال على ترانسفورمر. هذا الترانسفورمر طبعا مقصوصة شوي منه اسم الشركة المصنعة وبعض المعلومات. هلا هذا الترانسفورمر الريتد فولتج إلو للهاي فولتج سايد هو هيو 11000. الكيفي الكيفي الكيلو فولت أمبير 100، هذا الأس. اللو فولتج الريتد إلو 4.15. اوكي، هلا الفيز 3 فيز على الهاي فولتج و3 فيز على اللو فولتج. اوكي، الفريكوانسي 50 هرتز. طبعا هون الامبيدانسز الاويل حتى انواع اللويت تبعه عشان الكولينج عشان كذا، نعطيك معلومات كثيره يعني يعني حلو انك تروح انت تتعرف عليهم سنه التصنيع وشيء زي هيك. هلا الكونكشن تبعه مرات بكون كاتبين لك انه هذا الكونكشن اجباري دلتا او اجباري واي كونكشن. هذا الترانسفورمر هو نشوف انا ناسي هو مكتوب ولا مش مكتوب. اي ثينك هذا الترانسفورمر انت 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 لك الحريه في شبكه، هو معطيك 3 نودز للبرايمري و3 نودز للسكندري، وانت بتقدر تشبكه، بتقدر تشبكه دلتا، بتقدر تشبكه واي. اوكي، هلا شوف هون تابز معطيك سويتش، هي على الترانسفورمر فيه سويتش. هذا البوزيشن على الترانسفورمر بخلي لك الهاي فولتج سايد الريت تبعه يتغير 11275 11000 على سويتش بوزيشن 2 10725. هذا شو يعني؟ انه انا عن طريق التغيير بالسويتشات انا ممكن ارفع واقلل. طبعا التغيير بيكون سلايتلي قليل، مش انه انا حر الغير، هم اولموست باخذوه كبيرسنت يعني مثل 5% و 2.5% and so on ببيرسنت قليله. الهدف هو انه انا عشان الفولتج ريجوليشن موجود عندي، فهيك انا بقدر ارفع الفولتج الموجود عندي على السكندري عشان دروب اللي بيصير الموجود عندي، او اقلله عشان اذا انا بصير في عندي زياده بالفولتج الموجود على السكندري. نيم بليت ثاني كمثال، هذا محدد لك انه اجباري في انه واحد منهم دلتا والثاني واي. الريتد كي في الكي فولت امبير هو 3500 عالي، ممكن هذا يكون داخل يعني منشأة كبيرة. المنطقة الفريكوانسي الديوتي هاي انه هو كم بيضل شغال كونتينيوس، هذا عادي خلص تعمل له رن وبضل رن، ما في داعي انك تعمل له اوف. طبعا انواع الكولينج وانواع كثير اشياء تحاول تقراوا عنها، الستاندرد اللي اشتغل عليه، الايزوليشن كم احنا عندنا ايزوليشن، السبيسيفيكيشن للاويل والهيت عشان نعمل كولينج له، الكلاس التمبرتشر اللي بيقدر يتحملها، ومعلومات اخرى. هلا شو كمان بعطينا؟ التمبرتشر اللي بيشتغل عليها، الاويل، الويت، طبعا التوتال ويت، لانه احنا مثلا الويت بهمنا الويت، لانه في بعض مثلا الترانسفورمرز بيكونوا يعني بيكونوا على جسر او على صاي يعني معلقين بالهدفة، التراس اللي بيكون مصنوع عليه بده يتحمل، وهي شغله. شغله ثانيه حتى الارضيه، نوعيه الارضيه حسب الحمل الموجود عليها لازم تتغير. بداخل المصنع ما بقدرش احط الترانسفورمر على او الماشين على اي ارضيه، حسب الهيفي ثقل الماشين انا بختار الارضيه اللي بدي استعملها عشان الماشين تكون موجوده عليها. فإذا كان الترانسفورمر هيفي لازم نحط على نوع هيفي، إذا كان هو موجود على الترس، الترس يتحمل هذا
مش انا احط عليه ترانسفورمر ثقيل اللي هو واقع، الكونكشن طبعا A to B، الفولتج سايد هاي اللو فولتج هو الاي بي سي 690 فولت، و التابز كبوزيشن الهاي فولتج سايد هذا هم اللي انا بقدر احصلهم كتابز، بقدر احصل 22.55 كي و 22 كي و 21.45 كي و 20.9 كي و 20.35 كي. اذا انا غيرت البوزيشن للسويتش او البوزيشن كانت هذا معنى التابس الموجودين عندي، هذا هدفهم كيف نحسن الفولتج ريجوليشن الموجود عندي، ارفع الفولتج عشان اعوض الدروب، الفولتج عشان اعوض الزياده اللي حتصير حسب اللود الموجود عندي. هيك احنا بنكون خلصنا مادة الترانسفورمر. يظل في موضوع واحد أنا بدي أحكي لكم عنه كبراكتيكالي، هو مشروح في الكتاب بس أنا ما حشرحه ولا حطالبكم فيه، لا في بالكتاب شرحين موضوع إنه ممكن هذا في أنتم في نوع في إندستريا، يعني تروح على مصنع عندك ماشين هي 3 فيز وعندك مثلا بس 2 فيزز الموجودين، لا في كونكشن معين بالترانسفورمر أنت ممكن تحصل من 2 فيز على 3 فيز أوكي. طبعا ممكن تستفيدوا منه. الطريقه الثانيه احنا حنتعلمها في الباور الكترونكس ان نحصل على دي سي بس، بعد ما نحصل على دي سي بس نحوله ل اي سي بالنمبر اوف فيزز اللي احنا بدنا اياهم. بس انه انا حبيت احكي لكم انه ممكن انت من 2 فيز انك تحصل على 3 فيز، اللي حاب يعني يطلع على هالموضوع يقرا هالسكشن الموجود في الكتاب او يعمل لوك عليه فممكن ياخذ عنه فكره. هيك احنا نكون خلصنا محاضرتنا اليوم وخلصنا chapter 2. هذا عنده اي سؤال او استفسار دكتور؟ بس في suggested هو للمادة والله ناس اذا عندي suggested problem ولا بشوف لكم، بس هم في الكتاب مقسمين as a sections الـ problems.